معانا طيب، له ورونا هناك. طيب. طيب قولي لنا ده ايه يا فندم؟ دي في طريقي الى منطقه تكناف. منطقه تكناف 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 منطقه تكناف من اخطر الاماكن، هي تقريبا هي على الحدود قوي يعني. انت خلاص انت داخل 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 بورما. خليني بس اوضح لك حاجه يا دكتور. اولا بورما او حدود بورما مع بنجلاديش ليها حدود كتير جدا. يعني انا رحت عند حدود، رحت عند بورما وبيني وبين بورما باب. انت دلوقتي ده الفيديو بتاع بعد عبورك النهر مش كده؟ ده لا لسه. طب خلينا نسمع الفيديو. خلينا اشرح لك، خلينا اشرح لك هنا. ما انت شارحه في الفيديو، خلينا نسمع الفيديو وبعدين نرجع. يلا يلا. هنا الناس جسم الناس ورجليها على الارض. جي الناس دي جايه منين؟ من اركان؟ ركبنا القارب متجهين الى وين؟ الى الحدود. احنا هيبقى بيننا وبين الحدود قد ايه؟ ها؟ يا How can I slowly go? ايه دي عمرها هيك تبوت بايس. طبعا احنا في المركز دلوقتي اهو رايحين على اركان، على حدود اركان بيننا وبينها كيلو. وبالكوري ده طبعا احنا بنعمل مخاطره فظيعه جدا. يا رب يسلم. What problem؟ الطريق الى